السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتي اليوم إن شاء الله نتكلم عن المكون الثاني من مكونات الكمبوزيت، نحكي عن الـ Inorganic Filler، نحكي عن دور هاي المادة، فوائدها، ولماذا تضاف للكمبوزيت، ما هي الأنواع التي تضاف للكمبوزيت، وما هي الخصائص التي تمنحها للكمبوزيت على اختلاف أنواعها. نحكي عن دور حجم أو وزن المادة المالئة أو الفيلر بإعطاء خصائص الكمبوزيت المختلفة. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، يسعدني تلقي أي استفسار أو تواصل من قبلكم. أيضاً بدي أكد على حاجتي لدعمكم من خلال الاشتراك والمشاركة والتعليق. العنصر الثاني يلي بيتكون منه الكومبوزايت هو الانورجانيك فيلر. طبعاً حنشوف أنواع كتير من الفيلر اللي مستخدمة في الماركت، سواء الكوارتز يلي كان موجود بالكونفجينال الكومبوزايت، بتميز بالقوة لكن حقيقة أقل جمالية، بيتميز انه صعب الانهاء وبيؤدي لسحل السن المقابل. عندنا البيور سيليكا كانت ايضا موجوده بالكونفشنال كوموزايت، كانت تعاني من نقص في جماليه بالرغم من خصائص الميكانيكيه العاليه. في عندنا الكولويدال سيليكا اللي تستخدم مع الميكروفيل كومبوزيت بشكل خاص، فبتعطيني نعومه كبيره فتعتبر تجميليه. وعندنا الجلاسس اوف سيراميك اللي هي الحقيقة الجلاس سيليكا هي تقريبا موجودة حاليا في الكومبوزايت، الأنواع الحديثة من الكومبوزيت، وبتكون عادة حاوية على أوبيسيفر أو مظللات عبارة عن أكاسيد معدنية مثل الباريوم والزنك وغيرها. الحقيقة الهدف منها أنه الحشوات تظهر بشكل ظليل، وهذا شيء له فائدة سريرية أنه نحن من خلال ظلالية الحشوة بنقدر نميز إذا في عندي نكس نخر حول الحشوة بشكل سهل. بشكل عام نحن الفيلر كل ما زاد سطح الفيلر مساحة سطحه، يعني كل ما بتقل الفلويديتي لمادة الكومبوزيت. بشكل عام اللارج فيلر بارتيكلز بيكون نسبيا عندها كمية قليلة من السطح، مساحة السطح الجزيئي لكل يونت، فلكل حبة فيلر. يعني هنلاحظ نحن لما نستبدل الجزيئات الصغيرة بدل الجزيئات الكبيرة ضمن نفس الحجم اللي بتشغله، كأنه نحن حصلنا على مساحة سطح ضرب 10. يعني كل جزيء صغير بيبقى من كل سطوح عنده مساحة سطح، في حين الجزيء الكبير هو خلص جزيء واحد. فهي الطريقة الحقيقة هي من الطرق اللي تستخدم بأنه نحن نزود مساحة سطح من خلال تقليل أو من خلال الانكوبوريشن لسمول بارتيكلز أو فيلر. فهذا الحقيقة بيعطيني زيادة في مساحة السطح، وكل ما زادت مساحة السطح كل ما بتقل الفلويديتي تبع الكومبوزايت، فبيكون لزوجته أعلى. طبعا ممكن حتى هناك الليثيوم، ممكن الكالسيوم فلورايد، كل الحقيقة ممكن استخدامها كبلورات مالئة تستخدم ضمن الماتريكس. الوظيفة اللي بيعملها الفيلر والحقيقة ممكن نعتبرها منافع، هي انه بيقلل لي التقلص التصلبي البولوميريزيشن شرينكج، بيقلل لي معامل التمدد الحراري، بيزيد القوه، بيزيد القساوه الهاردنس، بيزيد الصلابه ستيفنس، بيطور او بيحسن الخصائص الجماليه لانه بيعطيني ريفليكشن اوف لايت بشكل افضل، خصوصا مثل ما قلنا مع السيليكا جلاس الانواع الحديثه من الفيلرز الموجوده مع الكومبوزيت. بس بالمقابل الحقيقه في هناك بعض المساوئ اللي هي بيزود لي اللزوجه، بيصعب أعمل فيه، فبيأثر حتى على قابلية الترطيب الويتينج والبوندينج، يعني خصوصا مع الأنواع القديمة من الكومبوزايت مع الفيلر البارتيكلز الكبيرة، فبيكون من الصعب أنه نحن نعمل تنعيم بشكل جيد. أيضا من الفوائد اللي بيقدم لها الفيلر هو أنه بيقلل لي امتصاص الماء، أو بيقلل تصبغ أو staining of the composite. طبعا طبيعة الحال بسبب طبيعته الفيزيائية هو بيزيد الأوباسيتي، وهذا أمر مهم جدا مثل ما قلنا من خلال عملنا لتمييز النكس النخر. مثل ما قلنا في البداية الحقيقة الكوارتز كان يستخدم كفيلر، لكن بسبب القساوة العالية إله، فكان أثناء عملية التلميع نعمل له مثل نزع خارج الماتريكس أكثر من أنه نحن نعمل له سحل وتنعيم. فهذا الحقيقة كان يؤدي لمشاكل، أنه بصير في عندي مثل جابس داخل الكومبوزيت، فبتأدي لستينينج، بتأدي لنكس نخر. فصار عندي انواع من الجلاس فيلر اللي هي تعتبر انعم، مثل الكوليدال سيليكا اللي الحقيقه تفضل بشكل اكبر، اللي ظهرت مع المايكروفيل، وبعد هيك ظهرت انواع اخرى. بشكل عام خلينا نحفظ انه كل ما زاد حجم الفيلر
بتزيد النسبة المئوية للفيلرز، بتقل النواحي الجمالية بس بتزيد الخواص الميكانيكية. يعني هذا هو المعادلة ببساطة. أيضا هناك مشكلة مثل ما قلنا بسبب أنه الفيلر سايز الصغيرة اللي بنضيفها لحتى نحصل على بريشابيليتي أفضل، قدرة تنعيم أكبر، بتعطيني سطح، مساحة سطح أكبر، فبصير فيها صعب أنه نقحم فيلر بشكل أكبر كنسبة. أنا عم بحكي لأنه نحن بدنا نميز دائما بين كمية الفيلر كحجم وكوزن، فهذا الأمر رح يؤدي لتقليل الفيلر أو تقليل القدرة على أنه نحن ندخل كمية فيلر أكبر داخل الماتريكس. طبعا هذا السبب أنه نحن بعد هيك ظهرت أنواع الهايبريد كومبوزايت، الهدف أنه نحن ندمج النوعين من الفيلرز بارتيكلز سواء الكبيرة الحجم أو الصغيرة الحجم. صار في عندي إمكانية أنه نحن نحصل على السطح على بوليشابليتي، يعني ممكن أنه نحن ننعم بشكل كويس، وداخل الماتريكس لا يزال عندي كمية كبيرة من الفيلر بسبب الحجم الجزيئي الكبير، بسبب مساحة السطح القليلة قياسا لمساحة السطح اللي بتمنحها بنفس المسافة لو أنا عندي عدة جزيئات صغيرة. فصار فيني إمكانية أنه نحن نقحم فيلر كحجم بشكل أكبر. طبعا بسبب أو اعتمادا على الفيلر حنشوف أنواع كبيرة من الكومبوزيت دخلت السوق، أنا ما راح أحكي عنها بالتفصيل الآن، حنخصص لها محاضرة من خلال الكلاسيفيكيشن. طبعا صار ظهر الماكروفيل اللي هو الكونفيجينال، كان جزيئات 10-50 ميكرون مثل ما قلنا غير تجميلي. ظهر الماكروفيل اللي كان تجميلي لكن ضعيف، بعد هيك ظهر الهايبريد اللي هو مزيج، ثم بعد هيك ظهرت الميد فيل والميني فيل والنانو فيل والمايكروفيل والنانو هايبريد والمايكرو هايبريد. هي انواع من، طبعا كلمه مايكرو هايبريد او نانو هايبريد تعتمد على اصغر حجم جزيئات مختلفه داخل الماتريكس. فصار في عندي انواع مختلفه من الفيلر، وبعد هيك حتى صار في عندي النانو فيل. حنحكي طبعا اكثر عن هذا الموضوع واختلافاته وانعكاساته وشو اللي موجود في السوق حاليا وشو اللي ما موجود من خلال المحاضره القادمه ان شاء الله. آخر نقطة بدي أحكي بالنسبة للفيلر هي أهمية أنه نحن ندخل الفيلر بكمية جيدة كافية مع حفاظ على الخصائص الجيدة اللي سواء بيقدم لها الفيلر أو الماتريكس. كان دائما في سعي لأنه نحن ندخل أكبر كمية فيلر من دون الحقيقة ما يؤدي هذا الأمر، لأنه يكون في عندي لزوجة عالية للمادة غير قابلة للاستخدام سريريا. فطلع شيء اسمه pre-polymerized fillers، يعني صار في عندي استخدام لفيلرز أو مواد مملوءة أو مواد مالئة بدون أو فيها تبلمر أولي، ما بدأ بتبلمر بشكل كامل. فصار في عندي إمكانية من خلال الطريقة أنه أنا أدخل فيلر بشكل أكبر، بيضيفوا تقريبا 60-70% إنه أورجانيك فيلر للأوليغومير اللي هو الماتريكس بدرجة حرارة عالية. طبعا هذا بيقلل الفيسكوسيتي للأوليغومير، وبعد هيك بتم تصليبهم. هلأ بعد هيك الكيورد أوليغومير والفيلر زي بتم طحنة وإعادة إدخالها ضمن ماتريكس تانية بس غير متبلمرة. فهذا الحقيقة بيعطيني قدرة على أنه نحن نحصل على أكبر إمكانية لإدخال الفيلرز من دون الحقيقة ما نأثر على الماتريكس الغير متبلمر اللي نحن أحقنا فيه الفيلر مع الماتريكس الأول. فصار فينا بالإمكان نعمل أكبر إمكانية لدمج الفيلر داخل الماتريكس من دون ما نأثر على الخصائص اللي نحن بنحتاجها. نقطة أخيرة كمان بدي أحكي عنها على الفيلر، أنه دائماً بيتم السؤال انه شو الفرق، ليش بتختلف النسبة الحجم ونسبة الوزن. نسمع نحن انه والله هذا الكومبوزيت المواد المالئة 50% مثلا او 70% مثلا حجم، لكنه مثلا 40 او 50. فدائما نحن عندنا الفوليوم برسنتج هو 10-15% اقل من نسبة الوزن. فهي كمان نقطة مهمة نعرفها، انه دائما في عندي بسبب انه الفيلر كونتنت كوزن وحجم، الفيلر فيس هي دائما اكثر كثافه من الريزين فيس، فبكون في عندي اختلاف بين نسبه الحجم ونسبه الوزن لما نقحم الفيلر بالماتريكس. بهذا الشكل تنتهي محاضره اليوم. اتمنى ان المحاضره كانت مفيده. نلتقي ان شاء الله في الجزء الرابع على نتحدث عن المكونات الاخرى من مكونات الدنتال كومبوزيت. دمتم بخير والسلام.